ورجعنا لكم والاهلي خط احمر، ويمكن في ظل كده الاحداث وفي زحمه الاحداث بيجي البعض بيحاول يتكلم في حاجات، بس بيدي فرصه ان احنا نوضح من خلالها حقائق. كابتن محمد عبد الواحد لاعب نادي الزمالك كان ضيف في احد البرامج واتكلم عن الفار وكان له رؤيه خاصه بالفار. اولا احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده ان الفار لا يضمن العداله المطلقه وشرحنا لكم ازاي، بس تعالوا ببساطه نسمع كابتن محمد عبد الواحد قال ايه ونرجع نقول لكم المشكله فين. شايف ان الزمالك عمل موسم فني على المستوى الفني، بغض النظر بقى انا زملكاوي ومش زملكاوي، ودي كان على جنب، لكن انا شايف الزمالك فنيا في ارض الملعب جوه المستطيل الاخضر هو الحق والاقدر بالدوري السنه دي. بس نيجي بقى اقول لك حاجه، يعني برضو اديك المنافس قال لك لا ده السبب هو تقنيه الفار والحكام، لا ما اسمعش كلام، وقال لك الاسماعيلي مفوت الماتش. سيبك من الكلام ده بقى عشان الكلام ده بيضحكني، ويعني مع كابتن خالد ما دخلناش فيه. يعني ليه والله؟ اولا تقنيه الفار ها هي بتعيد العدل لصاحبه، فلو تقنيه الفار هي اللي مديها لنا فيبقى احنا السنين اللي فاتت الاهلي كان بقى بياخدها بحاجات ثانيه. يبقى الكلام اللي بيتقال بقى ان الاهلي كان بياخدها بالحكام، يبقى الاهلي السنين اللي فاتت كان بياخدها بالحكام. تقنيه الفار دي ده عامل مساعد للحكم بيطلع بيشوف بعينيه. يعني الحكم بياخد قرار. شايف انت كوادي دجله رغم ان انت نزلت درجه ثانيه، طبعا شايف ان الفار افضل بكتير بكتير بمراحل بمراحل بمراحل، يعني وجود الفار في الدوري المصري مهم جدا 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 الى ما لا نهايه. هقول لك حاجه، انا بقول لك حتى لو الزمالك خسر الدوري السنه الجايه هقول نفس الكلام. طب اقول لك حاجه، مش عشان الزمالك خد الدوري، هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، ده السنه اللي قبل اللي فاتت وانتوا بتلعبوا الاهلي، يا نهار اسود على الجون جريشه، الجون اللي اتلغى بتاعه جون رسمي اللي هو قال لك واحد متداخل، جون رسمي ما فيش متداخل خالص، في واحده مروان حمدي ما كانش متداخل خالص، ضربه جزاء على رامي ربيعه فاكر؟ ما اتحسبتش، وما اتحسبتش كان في فار، فبرضه ما احنا اتظلمنا في فار، بس الفار بيعيد، لا بيعيد بيعيد الحق، بيدي الحق لاصحابه. بغض النظر بقى مين ياخد الدوري مش مشكلتي، السنه الجايه الاهلي خد الزمالك خد مش مشكلتي، انا بكلمك على موسم. انا شايف السنه دي خد حقك افضل مكان ما فيش فار قبل كده طبعا بكتير، يعني مفيش مقارنه، مش العمليه كده، العمليه كده. وبالنسبه للحكام هم يتمنوا وجود الفار. لو حاولت اقول لكم على كم المغالطات اللي في الشويه اللي سمعتهم دول مش هتصدقوا. الكلام يبدو ان هو في ظاهره حق ولكن يراد به باطل، اللي هو ايه؟ اللي هو اولا انا بضحك لما حد يقول بيتقال له يعني الفار، ناس بتقول ان الزمالك خد الدوري غير مستحق في وجود الفار، فبيقول الكلام ده بيضحك. اصلا الاعلام اللي بيتكلم معاك في مباراه بمجرد ما تعرض الزمالك لظلم في وجود الفار امام اسوان قال حكام في مشكله في الضمائر، في مشكله في القرار، انت بتشوفه وبتتعمد تغلط، انت بتوجه الدوري. ده اللي اتقال في نفس وجود الفار ده. الحاجه الثانيه استدلال فكره اصل دجله هبط وانا شايف الفار موجود، ده اكبر دليل ان الفار عادل. لا، ما هو وارد ان دجله يكون هبط وفي وجود الفار بس ما فيش اخطاء اتظلم فيها، فبالتالي انت هنا فين المشكله؟ احنا لما جينا اتكلمنا في 13 نقطه النادي الاهلي استفاد بيهم المنافس و15 نقطه اتظلم فيهم النادي الاهلي بالورقه والقلم. امتى نبقى احنا غلط؟ مش القصه في حجه وجود الفار او عدمه، لما انت تطلع تقول لي لا الحالات دي مش كده، الحالات دي كده، وده ما حصلش لان احنا كنا بنستعرض اراء حكام مش وجهات نظر. المرة الوحيدة اللي كان فيها كلام عن مظلومية ودوري 82 ردينا برضو بالورقة والقلم ازاي ما كانش الدوري من حق نادي الزمالك. إذن القصة مش فار بيساوي عدالة، قلنا 100 مرة الفار وسيلة لتحقيق العدالة ولكن لا يضمن العدالة المطلقة. بص أنا معايا وجهة نظر الكابتن محمد عبد الواحد، هل هي وجهة نظر الكابتن محمد عبد الواحد المؤمن بيها طول الخط؟ يعني اختلفت التيشيرتات، اختلفت المواقف، هي دي قناعاته بتقنية الفار ولا عنده قناعات مختلفة؟ هو ده بالنسبة لي الحدث، الحدث هو الكابتن محمد عبد الواحد، هو حاليا شايف ان تقنية الفار عادلة 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 لأبعد درجة ولأبعد الحدود. طب تعالوا نشوف الكابتن محمد عبد الواحد ورأيه في مباراة، كان هو طبعا مدرب في وادي دجلة، رأيه في مباراة بين الأهلي ووادي دجلة، ونشوف مدى انفعاله على تقنية الفار وعن التحكيم. نطلع نشوف الفيديو عشان بقى نرجع نعقب بصورة واضحة تماما. احنا ناس بتنافس دلوقتي في موقفنا، موقف مش كويس، احنا محتاجين كل نقطة بنفقدها، فأنا شايف إنك تدينا حقنا كحكم. أنت تبص الألوان التيشيرت أحمر ولا لا، ما أنا مع احترامي ليك، تدينا حقنا.
احنا ادينا مباراه كبيره، بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه، ما كناش خايفين، لعبنا كورتنا اللي بنلعبها، لعبنا كورتنا من تحت، لعبنا سكنا الماتش، مش خايفين من النادي الاهلي، ما بنطفش، ما بنلعبش لونج بول كور طويله، بنخلق فرص، بنروح شكلنا اقرب. لكن للاسف طول ما انت بتتعامل ان انت نادي مش مصنف مع الانديه الكبيره، ما انا ما شفتش كده في حياتي يعني. للاسف طب احنا كان في اخطاء في الاول في عدم وجود الفار، وكنا يعني بنعذر الحكام ان ما فيش فار والقرار لازم تاخده في ثانيه، فانت خلاص ده انت شفتها كده، انت البوزيشن بتاعك كحكم حد مداري عليك، التمركز بتاعك كحكم ما شفتش اللعبه كويس، فبنلاقيك اعذار. لكن دلوقتي انت في ايه العذر بتاعك؟ والفرصه شفتها فيديو يعني، روح شفتها اللعبه قدام عينيك، ايه ايه اللي فيها يعني؟ مش فاهم يعني، عاوز اعرف سبب. بس الناس الحكام الكبار يطلعوا لي سبب واحد، في كابتن احمد الشناوي طلع على القناه ما اعرفش اون سبورت ولا ايه، يقول لك الهدف فعلا اتصل له القناه احمد الشناوي تقريبا، ما اعرفش مين، قال لك ان الهدف صحيح، وقالك ان اللي بيفهم في الكلام ده المتخصصين في التحكيم. يعني انا مش فاهم افضل يعني، انتوا ليه بتعملوا كده مع الانديه كلها يعني؟ ليه بتظلموا الانديه؟ ليه بتظلموا الانديه؟ فين حقنا احنا كنادي يعني؟ فين حقنا كنادي ان احنا ادينا مباراه كبيره زي دي وما بتحسبلهاش جول، وفي كوره هنا في الشوط الاولاني فيها شبه ان ممكن تبقى ضربه جزاء لمروان، وكانت النتيجه 0-0 ساعتها. طب انت فين؟ انت فين من ده كله يعني؟ على فكره كابتن احمد الشناوي الوحيد اللي في مصر اللي قال الكوره جول. يعني انا شايف ان احنا اتظلمنا يا كابتن، شايف ان احنا اتظلمنا للاسف، ولا هو مش بداخل، انا شايف ان احنا اتظلمنا، مرعي مش اوفسايد خالص، خالد رضا واللعبه اتلعبت مش متداخل مع ايمن اطرف، ولا في اي احتكاك ولا في اي بلوك ولا اي حاجه، الكوره اتلعبت ومش طبيعيه خالص خالص خالص، وجول رسمي 100%. لعيبه الاهلي نفسهم يا مو يعني شايفين عادي، ما حدش اعترض يعني، الكوره جول عادي، حد اعترض وواقفوا مستنيين وبتاع. بس انا حسيت في الملعب ان لما كابتن جهاز طلع للفار قلت هيلغيه، يعني انا شايف ان في مجامله وفي للاسف يعني. والله العظيم انا لسه بقول للكابتن محمد صلاح، في مجامله واضحه وصريحه للاسف يعني، في مجامله، لان انا هقول لك حاجه، الكوره دي هي نفس الكوره، هي نفس الكوره بنفس اللعبه، لو للاهلي كان هيحسبها جول، هي نفس اللعبه، لو الكوره على منطقه جزاء دجله واتلعبت بنفس الشكل هتحسب كل الاهلي. طبعا اللي يسمع الفيديو ده يعني اكيد هيقول انتوا مركبين صوت على صوره في الفيديو الاولاني اللي بيتكلم فيه عن تقنيه الفار العادله. هنا الكابتن محمد عبد الواحد كان مدرب لوادي دجله في كره، هنتكلم عن هي هدف ولا غير هدف، قرار الفار كان سليم ولا غير سليم، لان مش ده القصه، القصه في فكره التشكيك اولا في الفار، ده الاصعب كمان، التشكيك في التحكيم وفي ضمائر التحكيم، لما يجي يقول أنا نادي غير مصنف، ولما ألعب بقى بناخد بلون التيشيرتات، الطبيعي الإنسان اللي هو الطبيعي المظلوم الطبيعي في نادي وادي دجلة لو بيمثل وادي دجلة هيقول إيه؟ أحمر أو أبيض، لكن هو قال ولا عشان له تيشيرت أحمر فوقف هنا عند النادي الأهلي فقط لا غير. طب الأصعب من كل ده، قال لك والله الكابتن جهاد جريشة هو طالع يشوف الفار، أنا عارف إن هو هيلغيها، ولو الكرة دي للأهلي ما كانتش هتتلغي. طب وحضرتك يا كابتن محمد عبد الواحد ما شفتش اهداف سليمه في الدوري اللي شايف فيه عداله الفار؟ عداله 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 اتلغت للنادي الاهلي، ما شفتش 6 اهداف اتلغوا للنادي الاهلي في وجود تقنيه الفار عشان تضحك على اللي بيقول ان تقنيه الفار كان فيها اخطاء؟ طيب وانت بتضحك كابتن محمد عبد الواحد ما سمعتش على نفس الكرسي اللي انت كنت قاعد عليه الكابتن ياسر عبد الرؤوف هو بيقول عندنا 36 مباراه في الدوري فيها اخطاء تحكيميه مؤثره رغم وجود تقنيه الفار؟ اعتقد لو كنت سمعت دي كنت هتاجل الضحك شويه، لكن هو ده تعامل الكابتن محمد عبد الواحد في مباريات النادي الاهلي، دايما شايف الامور صعبه، دايما شايف الفار مفيش عداله، دايما شايف اللون الاحمر هو اللي هيتم مجاملته في اتهام واضح وصريح، وجاي بيضحك ان الاخطاء التحكيميه ساهمت في تحديد بطل الدوري. اعتقد فكره ان هو شايف ان الفار كان عادل، هو نفسه رد عليها، مش احنا بنناقش القرار، ولكن هو نفسه شايف ان الشيء نسبي مش مطلق، وده اللي بنحاول نفهمه لكم طول الوقت، القصه او العبره بالقرار. لكن هو تناول اراء الخبراء التحكيميين، وحتى في المداخله كان الكلام ان كابتن محمد الشناوي هو الوحيد اللي قال، كابتن احمد الشناوي قال الكره الوحيده ان الكوره فيها تداخل او اللعبه لصالح النادي الاهلي. طيب تعالوا نسمع كابتن احمد الشناوي ونشوف رايه ايه ونرجع نعقب. عبره بان هناك تداخل من لاعب متسلل مع الخصم اعاقه عن لعب الكره، كون انه مش هيقدر يلعبها مش هيلحقها و
وهيتمكن منها لاعب المهاجم الاخر، انما هنا لازم يعاقب بالتسلل. ما فيهاش، ده قانون، ما دام هناك نص لا اجتهاد. طالما حصل في تلامس او عمل له يعني ممكن جدا مع سبب اللعبه اللي اتحصلت دي اختها اللاعب المتسلل لقى المدافع جاي والكره راح لزميله السليم. السؤال يا كابتن، وقف قدامه سنه، السؤال ومشي ماشي خلاه وقف. السؤال، لو اللعبه دي في وسط الملعب هتتحسب فاول؟ دي مش فاول، دي تسلل. لا ده تسلل، حسب التسلل، اعاقه بالتسلل. ايوه ما انا عارف، يعني ما هو ما الاعاقه، لا اعاقه، الاعاقه يعني فاول. لا اعاقه، ما هو انا اعاقه بالتلامس، باعاقه حتى انه يقف قصاده كده وعينه يتحرك، اعاقه عن التحرك، اعاقه عن انه يتواصل حتى لو مش هيلحق، حتى لو مش هيلحقه ومش هيلمسها. هل ده قانون عشان بس ما ده قانون طبعا، امال انا بقول ايه؟ ولا وجهه نظر تحكيميه؟ لا ده كابتن احمد، ده قانون وموجود في الماده 11 في التسلل. يعني الحميه موجوده عند كابتن محمد عبد الواحد في لقطه الكابتن احمد الشناوي وضح فيها القرار، وضح فيها القانون بيقول ايه، وان مفيش نص نقدر نحتكم اليه غير اللي بيقول ان في التداخل ده، وكانت اللعبه واضحه، وضح طريقه التداخل فيها. حتى كابتن احمد شوبير دخل معاه في جدل قد يثبت ان اللعبه ما فيهاش تسلل، ولكن هو كمان رد عليه بالقانون. بس كان كابتن احمد الشناوي اخر الناس اللي قابله برايهم؟ لا، ده كان تصريح الكابتن احمد الشناوي اللي كان مش عاجب الكابتن محمد عبد الواحد، وشايف ان هو مش في صالحه، برغم ان الكابتن احمد الشناوي قال بالقانون. فالكابتن احمد شوبير قال له قانون ولا وجهه نظر؟ قال له قانون الماده 11. فطيب القانون اذا هيتفق معاه في الراي خبراء تحكيم. تعالوا نروح نسمع الكابتن عصام عبد الفتاح وهو بيعقب على اللقطه دي. لو اللاعب اللي فوق تسلل، انا بكلمك بقى بالقانون، لو اللاعب اللي في موقف تسلل ده تحرك او وقف، تحرك، شوف هو في موقف تسلل تحرك او وقف في طريق، في طريق اللاعب المدافع وقلل من قدرته على لعب الكوره او منعه من التنافس على الكوره يعاقب بالتسلل. تمام. السؤال يا هاني، اللاعب الاصفر هنا، خلينا نتكلم بالالوان. ايوه بالالوان. اللاعب الاصفر هنا راح في اتجاه اللاعب الاحمر ولا لا؟ راح في اتجاهه. ايوه. وكان واقف، واقف امامه ولا لا؟ واقف في طريقه 100% بدليل ان حصل احتكاك جسماني. تمام؟ طيب. هنا اللاعب رقم اربعه الاصفر كان في موقف تسلل. طيب يا هاني، لو شلنا اللاعب رقم اربعه ده، أيوة، الاصفر ده المتسلل اللي هو راح في اتجاه اللاعب الاحمر، راح في اتجاهه ووقف امامه، هنا حصل الاحتكاك اللي هو الامبيدنج اللي هو الاعاقه، حصل. لو الراجل ده مش موجود، مش موجود، هل اللاعب الاحمر كان يقدر يروح يتنافس على الكره مع اللاعب الاصفر اللي خلفه ولا لا؟ ايه الاجابه بقى؟ السؤال. ده السؤال الجوهري. تمام. اكيد 100% كان يقدر يروح يتنافس على الكوره، خلينا نكون واقعيين. تمام. فهنا التاثير حدث. هنا 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 دي اللحظه الفاصله في الحكم على الحال. من وجهه نظرك طبقا للقانون، قرار الحكم بالغاء الهدف قرار صحيح. بالظبط، وتدخل الفار في هذه الحاله كان تدخل صحيح، لان في النهايه نتج عنها هدف. فهنا التدخل من الفار كان تدخل صحيح. تمام. لان هنا طاقم التحكيم هو اللي احتسب الهدف. اول كلمه قالها الكابتن عصام عبد الفتاح بالقانون، واخر كلمه ختم بيها توضيحه للقطه لما اتسال قال له ده بالقانون، تدخل الفار كان تدخل سليم، وقرار الحكم جهاد جريشه كان قرار سليم، كان حكم الفار وائل فرحان، والمباراه دي كانت في سبتمبر 2020. فده الكابتن عصام عبد الفتاح، عشان الكابتن محمد عبد الواحد كانت معلوماته ان الكابتن احمد الشناوي فقط لا غير اللي شايف ان الكره دي او تدخل الفار والغاء الهدف هو قرار سليم. فجبنا له الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام حاليا. في الكلام سالنا سؤال، هل كابتن محمد عبد الواحد مشكلته فعلا هي منطقيه فكره الفار، ولا مشكلته لون التيشيرت؟ ده اللي احنا نقدر نفهمه لما نرجع لحاله بين الزمالك ودجله في 28 يناير في مسابقه الدوري، ضربه جزاء غير محتسبه لدجله امام نادي الزمالك. تعالوا الاول نسمع الراي القانوني لكابتن احمد الشناوي فيها، وبعد كده نرجع نعاقب. هنا طبعا اللعبه دي اللي جايه هي طبعا جت في ايده، وركله جزاء واضحه جدا، لان اللاعب هنا الكره ايده مش في الوضع الطبيعي، يعني تعتبر كمان ايده فوق كتفه
وبالتالي لمسة اليد موجودة وبالتالي داخل منطقة الجزاء، فطبعا تبقى ركلة جزاء لم تحتسب. يعني رغم ان يعني اعتقد ان محمد معروف كان يعني ممكن يقدر يحسها بشكل، لكن اعتقد الراجل رافع ايده عشان اخر واحد لو واقف في الاستاد فوق يبقى شايف ان هي ضربة جزاء، دي ما اتحسبتش. طيب هل الرأي بيكون هو هو؟ هو ده اللي احنا جايبينه. هي الفكرة كلها ايا كان الاخطاء التحكيمية، سواء بوجود ثلاث حكام، سواء بوجود خمس حكام لما استخدمناها في فترة، سواء بوجود تقنية الفار، انت انفعالك مع الظلم اللي بيقع على وادي دجلة بيكون عادي جدا لما يكون المنافس اهلي او زمالك او اسماعيلي او بيراميدز او اي فريق، ولا الفكرة كلها ان انت لما بيكون المنافس النادي الاهلي الوضع بيختلف؟ اعتقد اللقطة دي لا محتاجة فار ولا محتاجة حكم خامس ولا محتاجة اي شيء عشان تعرف ان هي ركلة جزاء واضحة وصريحة في مباراة انتهت بالتعادل 1-1. كان حديث الكابتن محمد عبد الواحد ايه بقى بعد المباراه دي؟ فاكرين النيرف اللي كان في الاول؟ تعالوا نشوف بعد مباراه الزمالك وادي دجله كان الكابتن محمد عبد الواحد بيقول ايه. نشوف الفيديو. يحللنا مع الناس اللي موجودين، طبعا الناس اللي موجوده بتبذل اقصى ما عندها يعني بيشكر على المجهود اللي بيبذلوه، لكن محتاجين دايما الناس اللي هي الفينش الكويس عشان نقدر يحطونا في مكان كويس. مش ممكن يكون فيها اربع خمس ست فرص كل جيم، ما بيجيش منهم حاجه ولا بيجيب منهم فرصه. والنهارده بدل ما كنت طلعت بنقطه كان ممكن تطلع بالثلاثه فهتفرق معاك، وكان ممكن نخسر برضو. يعني طبعا ده وده كان ممكن نخسر يعني بسبب اهدار الفرص. انت مهاجم زي ما انت مضيع قدام الزمالك عنده امكانيات فرديه، كره مصطفى محمد اللي الكلاعب بتخش في السايد انا مش كان ممكن تخسر 2-1 وارد في الكوره، وتندم على الفرص اللي انت بتضيعها. وحصل لنا ماتشات قبل كده بنضيع كتير وبنستهدف في الاخر، لكن الحمد لله انك تاخد نقطه من نادي الزمالك ومن نادي الاهلي، دي حاجه كويسه حاجه ايجابيه تقدر تبني عليها في ماتشات اللي جايه، خصوصا ان احنا مركزنا مركز لا ناخد اسم النادي او امكانيات اللعيبه اللي موجوده عندنا، لعيبه صغيره عندهم امكانيات معماريه كويسه وفنيه كويسه بنشتغل عليهم. زي الناس ما شايفه امكانيات وادي دجله مش الفرقه اللي هي الاجريسيف اللي هي بيلعبوا بقى بالكور الطويله، لا احنا عندنا كل اللعيبه لعيبه الاكاديميه كلهم لعيبه معظمهم مهاريين، يعني نوعيه جمال حمزه والنوعيه دي، فمحتاجين لعب الكوره دايما على الارض، مش عايزين نعلي الكوره، بنلعب على قد امكانيات لعيبتنا. امكانيات لعيبتنا ما عندناش اطوال قدامنا احنا الكوره الطويله او كده، فاحنا بنلعب على قد امكانيات لعيبتنا اللي احنا معانا دلوقتي، السكواد بتاعنا القايمه اللي معانا دلوقتي هي جابوا مدرب، يعني ده النادي بيدور على مدرب يلعب بامكانيات اللعيبه اللي هي الاكاديميه. يعني عصير ليمون كان موجود قدامه وهو بيتكلم عن المباراه، لدرجه ما قلت احنا كان ممكن نخسر يعني عادي جدا. وحتى لما جاي يشبه لعيبه الاكاديميه قال لك زي مهارات الكابتن جمال حمزه، هدوء تام جدا في مباراه انتهت 1-1 فيها خطا تحكيمي لم يشير من قريب او بعيد، يعني كل اللقاء كله بيتكلم عن احداث المباراه. وهنا رساله للكابتن محمد عبد الواحد. شفت الكابتن احمد حسام ميدو لما كان في وادي دجله وتعرض لخطا تحكيمي طلع قال جملته الشهيره، ليه؟ لان هو مش فارق معاه قد فريق وادي دجله. اعتقد الكابتن محمد عبد الواحد من الفقره دي مش فارق معاه قد النادي الاهلي. نشوفكم بعد الفاصل والاهلي خط احمر.